السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين حمدا دائما أبدا لا انقضاء له. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا لا خائفا ولا وجلا. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم، فإن خير ما يتحلى به الإنسان المؤمن في حياته الدنيا اتقاء محارم الله. ها نحن نقبل على شهر من الأشهر الحرم، وهو شهر رجب المرجب، شهر جعله الله تبارك وتعالى محط لنا نحن البشر المؤمنين، لأجل أن نتوجه إليه، لأجل أن ننصرف إليه. شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله تبارك وتعالى فيه القتال حتى على أعدائه، لنعرف أهمية هذا الشهر الذي هو شهر يرمز إلى السلم، ويرمز إلى السلام، ويرمز إلى الإطمئنان، ويرمز إلى كل المعاني التي يمكن أن تتجسد في المفاهيم الأخلاقية الراقية. مما يميز هذا الشهر العظيم شهر رجب يميزه الدعاء، لذلك عقيبة كل فريضة هنالك دعاء، وهو معروف: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. هذا الدعاء ذو المضامين العالية والمضامين الرفيعة التي من شأنها أن تخلق من الإنسان إنسانا ربيا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، تخلق من الإنسان، لأن مضامين الأدعية أيها الأعزة إنما هي مضامين تربوية، مضامين أخلاقية. نلاحظ في هذا الدعاء، الدعاء الوارد في الرجاء، قل لأغلب المؤمنين والمؤمنات حافظين، عقيب كل صلاة يقرأ، نلاحظ في هذا الدعاء الذي يلفت أنظارنا أربع محطات: المحطة الأولى محطة الرجاء، المحطة الثانية محطة الأمن والأمان، المحطة الثالثة محطة العطاء الرباني. وأشوف هذا الدعاء يركز على العطاء الرباني في هذا الشهر. والمحطة الرابعة والأخيرة هي محطة الخشية من الله، الخضوع إلى الله،
التذلل إلى الله، الانصراف إلى الله. خلينا نشوف هذه المحطات الأربعة من خلال هذا الدعاء العظيم الوارد في هذا الشهر الذي نحن في رحابه، وعلى أغلب الظن غدا يكون هو الأول وحسب الرصد والرؤية التي تتحرى ربما هذه الليلة. أولا المحطة الأولى محطة الرجاء، يا من أرجوه لكل خير. هنا الرجاء أيها الكرام هو الأمل، الرجاء هو عدم اليأس، الرجاء يزرع في الإنسان طاقة لا حدود لها في الانبعاث نحو عمل الخير. شوف الرجاء اشقد مهم في الحياة الأسرية، شوف الرجاء اشقد مهم في الحياة الاقتصادية، شوف الرجاء اشقد مهم في الحياة الاجتماعية. يعني انت لما يكون عندك رجاء ويكون عندك أمل شوف تتوقع تعمل. أتعز شيء يمكن أن يصاب به الإنسان هو حالة اليأس، وهي جدا خطرة. يعني شوف لا عنده مثلا افترضوا حالة مرضية، لا عنده حالة كذا، أعضاءه سالمة، يروح للطبيب يقول الحمد لله الفحوصات كلها جيدة، الأعضاء تشتغل أحسن ما على ما يرام، لكن هو يعيش حالة الاضطراب، يعيش حالة عدم الرضا، عدم القناعة. الآن تشوف الله تبارك وتعالى من خلال السنة النبوية الشريفة، من خلال ما يهدينا إليه أهل البيت سلام الله عليه، من خلال هذه الأدعية، شوف هذا الدعاء شلون ينفث فيك روح الأمل. يا من أرجوه، لشنو ترجو؟ لكل خير. انتهى، انت عندك الله، انت عندك رب العالمين. او ثم شوف العظمة، شوف النداء. يقول العلماء هنا النداء اذا جاء للعقيدة، انت الان تشوف قاعد بين عن عقيدتك، هذا اللي يقول يا من أرجوه لكل خير، يعني يبين على أنه شنو يمتلك، ماذا يمتلك؟ عقيدة بأنه يؤمن بالله الذي يحقق له شنو كل خير. زين، إذا أنت تقوم تصدح بعقيدتك هذا، تقوم تصدرها بياء النداء، يعني تريد تبين لعالم الإمكان كله أني أرجو من هو يحقق لي كل خير. شوف القرآن الكريم أيضا يثبت هذه حالة الرجاء ويذكر لها طبعا في آيات عديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. شوف صدرها بالإيمان، إن الذين آمنوا، بعد يريد جهاد، والذين جاهدوا، والذين هاجروا، والذين جاهدوا. الهجرة معناها هجرة الأخلاق الردية، معناها يهاجر المهاجر من هجر الذنب، صحيح؟ فإذا هذا الذي يؤمن بالله ويهاجر الأخلاق الرذيلة ويكون في الواقع مجاهد في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة من الله أو رحمة الله. الرجاء عقيدة يتمتع بها المؤمن، وهذه العقيدة عندما يسبقها ياء النداء تدل على شدة اعتقادك وشدة تمسكك. خصوصية شهر رجب، هذا الشهر العظيم اللي احنا مقبلين عليه واللي لازم نعرف اهميته ايها الاخوه والاخوات الاكارم، خصوصيه هذا الشهر وخصوصيه الدعاء فيه
أن الدعاء في هذا الشهر هو شعار المؤمن، شعار ادعوني أمر، فعل أمر، ادعوني شنو أستجب لكم. الآية شتكم من إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني اللي يترك الدعاء هذا في الواقع شنو؟ مستكبر، مستكبر عن عبادة الله. طيب تلاحظ أن الدعاء في شهر رجب هو شعارك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة. وبعد الدعاء في شهر رجب أو قل شهر رجب نفسه يشكل هوية الإنسان المؤمن في يوم القيامة. لذلك في الحديث، في الحديث إذا كان يوم القيامة نادى منادي النساء، من المنادي؟ هذا علمه عند الله، نادى مناد من بطنان العرش أين الرجبيون، أين الرجبيون؟ شعار المؤمن. رجب هو في الواقع كما في الحديث زراعة، وشعبان شنو؟ تعهد للزرع، ورمضان شنو؟ الحصاد. رجب هو التهيئة المقدمة، لذلك أمير المؤمنين كان يقول رجب شهري ورجب وشعبان شنو؟ شهر رسول الله، ورمضان شهر الله. فكان أمير المسلم الله عليه يصوم مقدمة لشهر رمضان، يصوم رجب وشعبان. طيب إذن أول شيء الرجاء، والرجاء أعظم ما يتسم به الإنسان المؤمن هو الرجاء، وهو رجاء الله تبارك وتعالى. طيب قلنا محطات أربعة في هذا الدعاء، يا من أرجوه لكل خير، بعد الأمان وآمن سخطه عند كل شر. شنو معنى الشر هنا؟ الشر معناها العثرة، معناها الذنب اللي يصدر من الإنسان، الذنب اللي يصدر من الإنسان أو لا، كل شر يحف بالإنسان. هذا يؤمن الإنسان، يؤمن ويؤمن، يؤمن ذلك الشر بأن يدفعه عنه. وآمن سخطه، سخط، سخط الله عند كل شر، يعني عند كل زلة، عند كل عثرة الإنسان المؤمن يستغفر. ولذلك شهر رجب هو شهر شنو؟ شهر الاستغفار. عوف، شهر استغفار أمتي هو شهر رجب، لأن شهر رجب شهر التخلية، وشهر شعبان شهر شنو؟ التحلية، وشهر رمضان التجلية. فلا يتجلى ولا تتجلى بركات رمضان إلا من تحلى وين؟ في شعبان. ولا يمكن أن يتحلى في شعبان إلا من تخلى وين؟ في رجب. لأنه لازم تخلي تفرغ من قلبك. شو تفرغ؟ هسه تبين، بين، تفرغ الأحقاد، تفرغ الحسد، تفرغ النميمة، تفرغ كل وذيلة، تخلي قلبك محط، محط لله، محط للخير، محط للعطاء. إذا صار واقعا هذه التخلية لازم شو تخلي؟ تحلية، وهو الخير والبركة عندئذ تتجلى. طيب الأمان، هذا الشهر شهر يشعر الإنسان المؤمن بالأمان عندما يناجي ربه، عندما يقبل إلى الله تبارك وتعالى. أنت شوف، لا قدر الله الإنسان إذا صار عندك سوء حساب ويا شخص، بعد يقوم يتحاشى، صحيح ولا لا؟ إذا يفتهم هو جاي بذاك المكان شي يسوي؟ يحاول يتجنب ذلك المكان. أما مع الله مو هكذا. يا من أرجوه لكل وآمن سخطه، أدري الله تبارك وتعالى رؤوف، أدري الله تبارك وتعالى عطوف، أدري الله تبارك حنون، لذلك أنا أقبل على الله وإن كنت أنا ماذا؟ مخطئا، مذنبا، عاصيا. هذا معنى الأمان، تشعر بالأمان عند الله تبارك وتعالى. المحطة الثالثة، العطاء. وعجيب هذا الدعاء، يعني ركز على العطاء في شهر رجب، العطاء الإلهي.
يا من أرجوه لكل خير قلنا الرجاء. وقد في قلبك في ذاتك في نفسك حالة الرجاء، لأن اللي عنده الله تبارك وتعالى عنده كل شيء، واللي يفتقد الله افتقد كل شيء، حتى لو تكون عند الدنيا دنيا كلها طوية بعد أشوفه ويعيش في حالة يأس. ليش؟ لأن هذا الرجاء الإلهي عنده متعثر. يا من أرجوه لكل خير، حالة الرجاء. ثانيا الإطمئنان، وآمنوا سخطه عند كل شر، سواء كان الشر من الإنسان جاء يذنب يسيء، لكن إذا يتوب إلى الله، الله هو التواب الرحيم. بعد يا من يعطي من سأل، يا من يعطي الكثير بالقليل، يعطي الكثير بالقليل. الله تبارك وتعالى ميزانه مو مثل ميزاننا. الله إذا تأتي إلى الله خطوة يأتيك ألف، إذا تعطي لله واحد الله يعطيك ألف. يا من يعطي الكثير بالقليل. بعد شوفوا الآن التسلسل إيش قد جميل في هذا الدعاء. يقول يا من يعطي من سأله، وهو أنت المؤمن، المؤمن دائما يسأل الله. يا من يعطي من سأله. بعد قولوا ذلك، ومن شنو؟ الله أكبر. لا، حتى اللي ما يسأل الله. بعد والثالث شنو؟ ومن لم يعرفه، يعني حتى اللي تنكر لله، حتى اللي لا يؤمن بالله يلحد بالله، الله تبارك وتعالى مع ذلك شنو؟ يعطيه، يعطيه الحياة، يعطيه الخير، وأنت الآن ترى. فإذا فكيف بمن سأله؟ فكيف بمن عرفه؟ فكيف بمن دعاه؟ فكيف بمن توجه إليه؟ أولم يكن لا يعطي الله حاشا لله. يا من يعطي القليل الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله. شوف التدرج، ومن لم يسأل، ومن لم يعرفه. ليش؟ تحمل منه ورحمة. ثم هنا أنت تجي شو تقول لله تبارك وتعالى؟ أعطني بمسألتي، أنا أسألك يا رب، أنا أتوجه إليك يا رب، أنا معتمد عليك يا رب، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وشنو؟ وجميع خير الآخرة. بعد شوف المؤمن دائما، المؤمن نبه، المؤمن حذق، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشنو؟ ماكو جميع شر الآخرة. شوف هنا بخير الدنيا جميع، جميع خير الدنيا وشنو؟ جميع خير الآخرة. أعطني جميع خير الدنيا وأعطني شنو؟ جميع خير الآخرة. واصرف عني جميع شر الدنيا وشنو؟ ماكو جميع شر الآخرة. ليش؟ للآخرة ما بيها جميع شر، شر واحد بيها وهو النار. شوف دعاء أهل البيت سلام الله عليهم مش قد يوافق القرآن. ومن زحزح عن النار فقد فاز. ماكو بالآخرة شر متعدد، الشر واحد، إما الجنة اللي فيها خيرات كثيرة، فيها درجات، فيها طبقات، فيها في الواقع ما فيها، وأما الشر في الآخرة وهو واحد، أجارنا الله وإياكم. بعدين شوف هنا أعطني مسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشنو؟ وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، غير منقوص ما أعطيت. الله تبارك وتعالى لا ينقصه العطاء، الله تبارك وتعالى لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، لأن خزائن الله لا تتصور. البعض يتصور يقول مثلا قس المروي رزقنا الله وإياكم العمرة، شوف تروح إلى مسجد مسجد قبة، شوف مكتوب على المحراب مالته من توضأ في بيته
وصلى في مسجد قباء ركعتين كان له أجر شنو؟ عمرة كاملة. عمرة كاملة بكمالها وبتمامها. ها؟ كل شيء سعادة، صلاة وضوء وركعتين، شلون يعني يصير عمرة؟ أو مثلا من زار الإمام الحسين سلام الله عليه كتب له أجر حج. يا أخي أنت قاعد تبخل فقير، تبخل غني، الله تبارك وتعالى هو ثبت ذلك. مثلا في شهر رمضان، إن شاء الله إحنا مقبلين على شهر رمضان، من قرأ آية من شهر رمضان كان بمثابة شنو؟ ها؟ يختم القرآن. هذه كلها في الواقع فيها مغزى. إحنا ما نقدر في الواقع نحتم على الله ونبخل كريم ونبخل جواد. هذا هو الذي أوصانا وأوعدنا به، فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم. الله تبارك وتعالى كريم. جرب، جرب التعامل مع الله، جرب التجارة مع الله، تكون تجارة رابحة، تكون تجارة غير خاسرة، تجارة لن تبور. زين. ثم المحطة الرابعة والأخيرة، إذا شعرت بالرجاء في هذا الشهر العظيم، إذا شعرت بالرجاء سوف تشعر شنو؟ ها؟ قلنا المحطة الثانية شنو؟ ها؟ الأمان. فسوف تشعر بالأمان. إذا شعرت بالأمان تجي المحطة الثالثة هي شنو؟ ها؟ تشعر بالرضا أو تشعر بالعطاء الإلهي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، عطاء الله، إيش قد عطاء، إيش قد عطاء غير مشدود، غير مقطوع، غير محدود. فإذا شعرت بالرجاء شعرت بالأمان، وإذا شعرت بالأمان شعرت بالعطية الإلهية ونزول السكينة والرحمة والهدوء القلبي عليك من الله. فإذا حصل لك ذلك شعرت بالخشوع. عندئذ تشعر، لأن شوف شوف الآن الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شنو؟ شوف لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونفس هذا القرآن لو تقرأ على البعض، مو فقط مو فقط يخشع. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، حجابا ينفر، يعني ينفر من القرآن. شوف الجبل يخشع وهذا ينفر من، ليش؟ لأن هذا ما كان عنده رجاء ولا كان عنده شنو؟ قولوا ياي اطمئنان، أمان، ولا عنده ماذا؟ عطاء. فإذا نعيش حالة الخشوع، شوفه يمشي في جنازة يضحك. وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هذا أصلا وكأن الموت على غيرنا كتب أصلا. أنا باستثناء، تراها ما نقولها بلساننا، نقولها وين؟ بعمل. أنا مستثنى قضية الموت، أنا مستثنى منها. ليش؟ لأنه الإمام الباقر يقول سلام الله عليه، يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه كشك لا يقين فيه كالموت. الموت يقين لا شك فيه، لكن لما تشوف أعمال الناس ها كأنه شك شنو؟ لا يقين فيه. فإذا تشوف الخشوع، من الذي يخشع؟ من اللي يخشع قلبه؟ هذا اللي تنزل عليه السكينة والعطية الإلهية. من اللي تنزل عليه السكينة والعطية الإلهية؟ هذا اللي يعيش حالة شنو؟ الأمان الإلهي. من اللي يعيش حالة الأمان الإلهي؟ ها؟ هذا الذي يرجو الله تبارك وتعالى. طيب تعال شوف الدعاء شنو قال آخر شيء، المحطة الأخيرة محطة الخشوع. محطة الخشوع يقول عندما أكمل الإمام ذلك، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا
وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. ثم قبض على لحيته، يعني مثلا على ذقنه، قبض على لحيته بيده اليسرى ولاذ بسبابته. لاذ بسبابته، شوفوا الآن حركة اليد شلون تنطلق من حركة، حركة الجوارح تنطلق من حركة الجوانح. لذلك تشوف الإنسان المضطرب رأساً تشوف حركاته حركات غير منسجمة غير طبيعية، أما هنا حركات مدروسة حركات دقيقة. سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن رفع اليدين في الدعاء، فقال على 5 أوجه. شوفوا الآن رفع الدعاء. أولاً التعوذ، قال فتستقبل القبلة بباطن كفك، هكذا هذا التعوذ، وتقول اللهم إني أعوذ بك. لذلك اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تخشع، ومن قلب لا، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا. شوف التعوذ شنو معنى التعوذ، يعني أنك قاعد تصد، ماذا تصد؟ ما يأتيك من شر والعياذ بالله. إذن هذه الحالة هم أيضا حالة من حالات الدعاء اللي واردة عندنا وتسمى بالتعوذ. بعد الدعاء للترزق، وهو أن يبسط كفه هكذا للسماء، يكون باطن الكف باتجاه السماء. الدعاء الثالث التبتل، فإيماؤك بسبابتك اليسرى ترفعها إلى السماء رسلاً، يعني بهدوء هكذا. التبتل يعني هو في الواقع الانقطاع، الانقطاع إلى الله يا أرحم الراحمين، ترفع يدك هكذا وتضعها هكذا. هذا الثالث. الرابع الابتهال، فترفع يدك تجاوز بها رأسك إلى السماء هكذا، هذا الابتهال، أن تبتهل إلى الله الدعاء بهذه الكيفية. ثم التضرع، أن تحرك سبابتك اليمنى يمينا ويسارا، هذا يسمى التضرع. لذلك يقول الإمام هذا هو الدعاء خيفة، ادعوا ربكم، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، هسه شوف شوف هذه هذه قد تترك أثر على قلب الإنسان المؤمن، لما الإمام سلام الله عليه أخذ لاذ بسبابته في انتهاء هذا الدعاء لأجل أن يوحي ويعطي انطباعا بأن أعضاءك خلي تكون شنو منسجمة مع ماذا، مع ماذا، مع الدعاء. شوف البعض للأسف هو قاعد يصلي ويعبث في أذنه ويعبث في عينه، ومثلا يمسح رأسه، ما كنت سجّم. هذا في الواقع يريد يعلمنا الإمام سلام الله عليه أن تكون أعضاء جسدك منسجمة مع ما تقول في الدعاء. فلما ترفع إيدك هكذا، ولما ترفع إيدك هكذا، ولما ترفع إيدك، هذا كل معنى أنك متفاعل، متفاعل تماما مع شنو؟ مع الدعاء. ينبغي أن يكون الدعاء بحالة السكينة، بحالة الوقار، بحالة الخشوع. عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال ما بسط عبد يده إلى الله إلا استحيا الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما شاء. يعني إذا ترفع يدك للدعاء الله تبارك وتعالى مستحيل، مستحيل يردك. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، هذا في الواقع وعد إلهي، ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما، هذا وعد إلهي.
إذا رفعت يدك الدعاء، شوف الإمام سلام الله عليه شيء يقول: ما بسط عبد يده إلى الله إلا استحيى الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجهه وفي خبر على وجهه وصدره. يعني هذا أقل ما يكون لك في دعاء الله أن يعطيك شنو؟ أن يجعل شنو في يديك؟ ماذا؟ يجعل في يديك الرحمة ويجعل في يديك البركة. نسأل الله تبارك وتعالى طبعا أن يجعلنا وإياكم من الداعين ومن المتوجهين ومن المتوسلين، وأن يجعلنا من الراجين ومن الآمنين وممن تنزل عليهم العطية الإلهية وممن يخشع لله. أختم بأن شهر رجب هو في الواقع شهر الاستغفار، وكما ذكرت أن الاستغفار هو بمثابة شنو؟ التخلية، أن يخلي الإنسان عما في قلبه من أي شيء إزاء أخيه، من أي شيء. هذا عاهد الله، وشوف الله تبارك وتعالى شلون يفتح لك الخيرات. شوف التلاحظ عندما تفعل ذلك يعلم الله ويشهد، صلاتك يكون لها أثر. عندما تكون أنت يعني أقل شيء أقل شيء إزاء أخيك، زوجة إزاء زوجها إذا كان هنالك كسور أحساب، وبالعكس الأبناء الأصدقاء المعارف، إذا تخلي قلبك طيب قلبك يعلم الله ويشهد، الصلاة اللي صليها تكون لها أثر كبير. ليش؟ لأن أنت ما قاعد تناقض نفسك. أهم شيء أن الإنسان يكون صادق مع شنو؟ مع نفسه. لأن أنت قاعد تصلي وأنت تدري في قرارات نفسك أنت شنو؟ لا قدر الله حامل شيء على منه؟ على أخيك. وهذا ما يخليك تصلي في أجواء من الإيمان ومن الراحة. لذلك شهر الاستغفار، أن تستغفر الله بأن تخلي قلبك من كل ما يمكن أن يكون إزاء الآخرين. لذلك هذه الأشعار جدا جميلة، يقول: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله، اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، لا تستغيب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله، وإذا الصديق قسى عليك بجهله فاصفح لأجل الله ليس لأجله، كم عالم متفضل قد سبه ما من لا يساوي غرسة في نعله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله، في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يعمل المعروف يجزى بمثله. فالإنسان عندما يكون بهذه المثابة يهذب نفسه، يطيب نفسه، يرتقي في مدارج الكمال، في مدارج الرقي الروحي، يرى نفسه إلى الله أقرب. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الرواية الصحيحة كان إذا إجى رجب يروح للعمرة الرجبية فيسجد عند البيت عند الكعبة. شوف الأقالك الحديث، نص الحديث اللي أقالك إياه، يصلي عند الكعبة عامة ليله وناره، ويسجد عامة ليله وناره، وكان يسمع منه في سجوده هذه الكلمة: عظم
عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. مش تفهمنا هاي الجملة؟ تفهم مسألة يعلمنا الإمام مسألة التخلية، مسألة أن نطهر قلوبنا، أن لا نخلي في قلوبنا أي شيء إزاء الآخرين. عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، لا يزيد على هذا مدة مقامه. هذا الذي علمنا الإمام، ولا الإمام هو الصحيفة السجادية سلام الله عليه قد أجاد بها. الإمام هو عنده أدعية فائضة ومستفيضة، ليش يركز على هذا الدعاء؟ يريد يعلمنا عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. ختاما، في شهر رجب هنالك أحداث كثيرة وقعت، أحداث جليلة عظيمة. أهم هذه الأحداث ثلاثة. الحدث الأول البعثة النبوية الشريفة، وهي تمثل رمز أو عفوا الحدث الأول تغيير القبلة، وهذا يمثل رمز التوحيد. الاتجاه للقبلة هو اتجاه إلى الله. والبعثة النبوية الشريفة، وهذا يمثل رمز ماذا؟ النبوة. وميلاد علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يمثل رمز ماذا؟ الإمامة. فإذا شهر رجب أهميته أيضا أهمية عقائدية، أهميته أهمية إيمانية. لذلك في الواقع كان يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: رجب شهري وشعبان شهر رسول الله، وشهر رمضان شهر الله. ثم قال: من صام يوما واحدا من رجب أمن أو أمن من الفزع الأكبر وأجير من النار. اللهم اجعلنا من المتعرضين لنفحات شهر رجب العظيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين، واجعلنا من المرحومين في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من الرجبيين، وممن تكون هويتهم هوية رجب. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من الصائمين والذاكرين والقانتين والمصلين بلطفك وكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله أيها المؤمنون والمؤمنات. استغفر الله.